يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم يعني مره كويسين ومبسوطين ومستانسين في هذه الحياه، ومسلسلاتكم واموركم طيبه ان شاء الله. قبل فتره يا جماعه، يعني ما فتره ما هي طويله للامانه، اقترحت عليكم او طلبت منكم انكم تقترحوا لي سلاسل جديده ننزلها على القناه، وللامانه وصلتني اقتراحات مره كثيره ومعظمها كانت كويسه وحلوه، ولكن في واحد من الاقتراحات يعني بلع لايكات كثيره وكان اقتراح مره ملفت للنظر، ووصلني من محمود مصطفى الله يعطيه العافيه، اقتراحه مره رهيب. اقترح علينا سلسله اسمها اعطيه فرصة. فكرة السلسلة يا حبيبي انه بنكون ايش، كل فترة نجيب لنا كده مجموعة مسلسلات او مجموعة افلام مظلومة ولا اخذت حقها بالشكل الكامل، اما بسبب انه ما تم التسويق لها بالشكل الصحيح، او لان الناس رافضين يعطوها فرصة بسبب فكرتها او بسبب قلة شعبيتها. ففي فيديو اليوم جمعت لكم مجموعة مسلسلات يفترض انها مرة عظيمة من وجهة نظري، او على الاقل ممتازة وتستاهل انك تعطيها فرصة وتتابعها. حتى لو انك اعطيتها فرصة، لا انا بطلب منك ثاني مرة انك تعطيها فرصة، واذا شفنا السلسلة عليها اقبال وتفاعل ممتاز اكيد راح نركز عليها وراح نعطيها فرصة، راح نعطيها حقها في القناة ان شاء الله. فعلى السريع عزيزي الوجيه، لا تنسى تضغط لايك على الفيديو لو اعجبتك الفرصة، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات علشان ما يفوتك اي شيء من فيديوهاتي القادمة، واربط حزامك وخلينا نخش على المسلسل الاول. المسلسل الاول الله يعافيكم، ذا ليفت اوفرز او الباقون. هتقول لي والله يا وجيه اعطيته فرصه وما عجبني، مستحيل مستحيل تكون اعطيته فرصه. مسلسل يناقش واحده من اهم القضايا الفلسفيه اللي ارقت بني الانسان على مر العصور، كيف ما تعطيه فرصه؟ بعترف لكم بحاجه يعني علشان اكون منصف، انا تابعت المسلسل قبل فتره طويله، تابعت كذا منه حلقه وقلت في نفسي ايش الكلام الفاضي يا ابوي، ماني فاهم شيء، لغوصة كذا وما في تفسيرات. بعدها جاني واحد من الشباب لما عرف اني كنسلت المتابعة، قال لي يا وجيه تثق فيني؟ والله يا صاحبي اثق فيك، وهو واحد فعلا ثقة اثق فيه، اللي يجرب اعطي ذا ليفت اوفر فرصة. قال له يا اخي اعطيته فرصة. قال لي اعطيه فرصة، انت بس انسجم كذا مع احداثه وصدقني لن توقف متابعة. وقتها انا صراحة ما اخفيكم كنت فاضي ومرة طفران المسلسلات، قلت يا عمي وماله نعطيه فرصة مرة ثانية. والله وبالفعل رجعت تابعت المسلسل، اي نعم واجهت نفس الصعوبة في فهم وفي الانسجام مع المسلسل بسبب فكرته الغريبة والمعقدة والمخيفة كمان، وكمان زي ما قلت لكم بسبب الامور الكثيرة اللي ما تم تفسيرها بالذات في الحلقات الاولى. ولكن بعد كم حلقة، بعد ما تعرفت على كم شخصية او على الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وبعد ما بدأت افهم شعور الشخصيات تجاه فكرة المسلسل نفسه، وشعور الكاتب او الفكرة اللي جالس يحاول يوصلها لنا في هذا المسلسل اللي هو اصلا رواية او كتاب، لقيت نفسي يا جماعة منسجم مع المسلسل بشكل مجنون، تعلقت فيه وفي شخصياته بطريقة ما سبق لي ان تعلقت فيها في مسلسل ابدا، مو معناته انه اعظم مسلسل من وجهة نظري، بس لا، المسلسل هذا فيه شيء مختلف، سواء بسبب بناء الشخصيات المرتب والدقيق جدا، او حتى بسبب القصة المعقدة والغامضة والغير قابلة للفهم. ركز اني قلت غير قابلة للفهم، تخيل انه جزء من المتعة اللي في المسلسل انك تكون من تفاهم اشياء كثيرة، يب هذا جزء من متعة المسلسل، تخيل انه في مسلسل كذا، وكل شيء وكل فوضى وكل غموض حصل في هذا المسلسل اعتبركم. والموسيقى التصويرية يا اخوان، الموسيقى التصويرية يا اخوان كلام ثاني، كوم ثاني. انا ودي احطها لكم في الخلفية بس اليوتيوب بيعطيني واحد كوبيرايت على راسي وانا طفشت من الكوبيرايت. على كل حال صدقني بعد ما تنتهي من متابعة هذا المسلسل ممكن تنسى اي شيء في المسلسل الا الموسيقى التصويرية، لم ولن ولا لن ولم تنساها ابدا ما حييت. وتذكر كلامي وقول الوجيه ما قال، وانا اقولها لكم ومن هذا المنبر المتواضع ومن هذا السيت اب البسيط، انا الوجيه عمري 29 سنة، ما في مسلسل اثر فيني ولمس مشاعري وروحي وعاطفتي زي ما سوى فيني ليفت اوفر ابدا. اي نعم في مسلسلات تاثرت معاها، في مسلسلات وقعت في حبها، بس زي ذا ليفت اوفر ات هيت ديفرنت يا جماعه، والله والله كذا في له مكان مخصص في القلب كذا ذا ليفت اوفر. وحط ببالك قبل ما تتابع المسلسل وقبل ما تتورط فيه وتصير زي كذا حزين، ترى مع نهايه المسلسل بتحس انه انت الليفت اوفر، انت تحسهم كذا تركوك وراحوا، لا
يا عيال تعالوا وين رايحين؟ اي خلاص اهجد. فخليك مستعد لفراغ كبير راح يخلفه هذا المسلسل داخل روحك بعد ما تنتهي منه. ربما يستمر لأسبوع وربما أسبوعين، الله أعلم، ولكن الأكيد أنه راح يترك لك فراغ كبير في حياتك. على كل حال، علشان بس لا نخش في الأمور العاطفية والتطبيل أكثر من اللازم، قصة المسلسل بالمختصر الشديد: في يوم من الأيام وبدون سابق إنذار اختفى 140 مليون نسمة من على وجه الكرة الأرضية. كذا، وين راحوا؟ هل ماتوا؟ هل هم أحياء؟ هل راحوا إلى عالم موازي؟ هل هم في الجنة؟ هل هم في النار؟ الله أعلم. إيش اللي صاير يا جماعة في العالم؟ ما حد عارف. الكاتب بس يترك لك هذا التساؤل الكبير فوق راسك ويفقع. ومن هذا المنطلق المرعب والغامض والمخيف جدا تبدأ أحداث المسلسل. المسلسل مكون من 28 حلقة فقط، قسم على 3 مواسم، ومدة كل حلقة تقريبا ساعة واحدة فقط، وحاصل على تقييم 8.3 من 10. شكرا HBO. نسيت اقول لك انه من HBO. على كل حال، المسلسل مصنف للكبار فقط لانه يحتوي على كل شيء تقريبا: دموية، عنف، مشاهد للبالغين، كل شيء موجود في هذا المسلسل، فاعمل حسابك. وياب عزيزي، ذا ليفت اوفر، انا ليش تكلمت عنه؟ والله قلبت المواجع. على كل حال عزيزي الوجيه، مسلسل ذا ليفت اوفرز يستاهل انك تعطيه فرصة. اعطيه فرصة. المسلسل الثاني: بلاك ميرور. واحد من أغرب وأظلم وأرعب وأتعس المسلسلات اللي عرفها تاريخ مسلسلات الخيال العلمي. ما هو لأنه فقط سوداوي، أو لأنه اسمه بلاك ميرور مرآة سوداء، أو لأنه أفكاره تعيسة ومرة مظلمة وغير اعتيادية، ولكن لأنه كمان جالس يحاول يتنبأ بالمستقبل بطريقة جدا مرعبة، وبالتحديد جالس يتنبأ بالتطور التكنولوجي وكيف ممكن يؤثر التطور التكنولوجي على حياتنا وحياة بني الإنسان بشكل عام، كل شخص على الكرة الأرضية. كيف ممكن التطور التكنولوجي يؤثر على حياتهم بطريقة جدا مرعبة؟ مرة يجيب لك انه في تكنولوجيا تقدر تسوي نسخة منك وتزرعها في جهاز، وهذه النسخة تكون حية، بس مين حية يا ابويا؟ رعب. ومرة يجيب لك تكنولوجيا تدخلك كذا داخل عالم الألعاب وتصير تستشعر كل شيء داخل اللعبة من ألم ومن لذة ومن كل شيء. يا عمي زبدة الكلام، خيال علمي بطريقة يمكن ما قد شفنا شيء زيها قبل كذا ابدا. وبقول لك حاجة، تعرف لما تتابع مسلسل او فيلم خيال علمي ويكون كذا في سيارات تطير او آلات او مباني شاهقة وكذا، مستقبل مرة رهيب، هذا النوع من الأفلام والمسلسلات تقول واو متى يجي هذا العصر، ودي أعيش في هذا العصر المتقدم وأشوف سيارات تطير ودنيا. لكن في مسلسل بلاك ميرور الكلام هذا ما هو موجود. أوعدك راح تقول قلعة تقلع أبو المستقبل هذا، الله ياخذني قبل ما أكون موجود فيه. حقيقي بتتمنى إنك ميت ولا تعيش في المستقبل اللي جالس يتنبأ فيه بلاك ميرور. الميزة الثانية في المسلسل واللي راح تخليك تعطيه فرصة وفعلا تخليك تعيد تفكيرك تجاه هذا المسلسل، وإن المسلسل عبارة عن حلقات، أكيد حلقات، بس كل حلقة قصة مختلفة. يعني تابع الحلقة الأولى، ما عجبتك اسحب عليها شوف الحلقة الثانية، ما عجبتك روح للحلقة 11 بالعنوان، عجبك العنوان تابعها، ما عجبك عنوان الحلقة شوف اللي بعدها. عن نفسي اتخذت هذا الأسلوب أو هذا النهج كطريقة لي في متابعة حلقات مسلسل بلاك ميرور. كنت أتابع الحلقة الأولى، فجأة الحلقة الخامسة، يعني أي حلقة ما تعجبني أتجاوزها إلين انتهيت من المسلسل. ولما انتهى المسلسل قلت أحيه، لا يا حبيبي أنا ما أبغى ينتهي، أنا هل من مزيد يا نتفليكس؟ واللي حصل بطبيعة الحال، شايفين الحلقات اللي أقول لكم كنت أتجاوزها، رجعت تابعتها كلها دون استثناء، واكتشفت إنها والله مي سيئة. أوكي يمكن ما عجبتني في البداية، بس بعدين إيش اللي حصل؟ أعطيت الحلقات فرصة وخلصت المسلسل كامل من أول حلقة إلى آخر حلقة. يقلع أم القوة يا شيخ، مسلسل ليت وما خلص. لا وزيدك من الشعر بيت، في فيلم مشتق من مسلسل بلاك ميرور اسمه باندر سناتش، وفكرته تفاعلية. شغل المسلسل على نتفليكس، تطلع لك خيارات، البطل يكون أمام خيار، هل أقتل أم أفقع؟ تقوم تقول أقتل، يقوم يقتل وتشوف إيش يصير عليه، أو لا أبفقع ويفقع، يعني أنت اللي تحدد مصير البطل. ما هو مرة حلو ولا، بس تجربة مرة رهيبة يعني، وأتوقع في ألعاب على البي سي والبلاي ستيشن بنفس هذه الطريقة. على كل حال عزيزي الوجيه، مسلسل بلاك ميرور حاصل على تقييم 8.8 من 10 على موقع IMDb، ومصنف للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد من كل حاجة برضو، ومدة كل حلقة أو كل قصة موجودة داخل هذا المسلسل ساعة واحدة فقط. والله أحسدك، والله أحسدك على هذا المسلسل، أتمنى أن يمسح من ذاكرتي وارجع أتابعه. يا أخي في حلقات مرة رهيبة، بالذات حلقة وايت كريسمس مرة فخمة. فيب عزيزي الوجيه، مسلسل بلاك ميرور يستاهل إنك تعطيه فرصة. أعطيه فرصة. أوكي أعطيه فرصة.
You are dealing with something that has never occurred on this planet before. المسلسل الثالث والأخير تشيرنوبل. والله في واحد في التعليقات ماني داري من هو بس أزعجني في المسلسل. وجيه تشيرنوبل، أرجوك تشيرنوبل، أتمنى أنك قاعد تشوف هذا الفيديو وتشوف أني قاعد أتكلم عن مسلسلك، وإن شاء الله أنه إيش تنبسط وتضغط لايك، وكلكم تضغطوا لايك. المسلسل هذا تم إنتاجه في بريطانيا لقضية تخص دولة روسيا. روسيا بعد ما شافت النسخة البريطانية قالت إيش الكلام الفاضي دولي، يجون يكتبون ويصورون تاريخنا بكيفهم، لا إحنا نسوي نسخة ثانية. وبالفعل روسيا شغالين الآن على نسخة من مسلسل تشيرنوبل بطريقتهم الخاصة، والله أعلم بتكون نفس الأحداث وأكيد أنها بتكون أحداث مختلفة، ولكن مين بيكون أحسن هذا اللي يهمنا، مش الأحداث الحقيقية وإيش الغير حقيقي هذا صعب نجزم فيه، لأن التاريخ إذا ما كان موثق بطريقة واضحة يعني ونقدر نثق فيها بيكون يعني عبارة عن كلام وقصص. على كل حال قبل ما أقول لك ليش تتابع هذا المسلسل وليش هذا المسلسل مرة عظيم وأطبل له كذا براحتي، خليني أحكي لك قصته على السريع، اللي هي مشتقة من قصة أو من أحداث حقيقية حصلت على هذه الكرة الأرضية المقذوفة في هذا الفضاء الشاسع. سنة 1986 وبالتحديد في الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية حصلت كارثة قد تكون الأعظم إذا لم تكن أعظم كارثة خلفها بني الإنسان، ومش أي كارثة، كارثة نووية أودت بأرواح الكثير من الأبرياء إلى التهلكة. ولما أقول لك حادثة نووية ركز في حاجة واحدة، حادثة نووية يعني إيش؟ الموت اللي بيصيب الناس بسبب هذا الانفجار أو هذه المصيبة النووية بيكون موت جدا شنيع، إما بطيء ومؤلم أو مؤلم وسريع، بس الزبدة أنه مؤلم، موت مؤلم وحقيقي حصل، مش قصة خيالية، لا حصلت هذه الأحداث. وهذا المسلسل يكشف لنا كيف ولماذا وشلون وإزاي حصلت هذه الكارثة ومين كان السبب فيها. القصة وقلتها لك بالمختصر، ويفترض اني ايش اقنعتك صح، يفترض اني اقنعتك. هذا وانا لسه ما تكلمت لك عن فخامة الانتاج ولا فخامة الاداء وعظمة التمثيل الاسطورية من الممثلين الكبار اللي فيه، ولا حتى عن المكياج السينمائي المرعب واللي تكاد تشك انه اصلا هذا مكياج، ايش الدقة هذه في التنفيذ يا ساتر. للامانة يا جماعة بعيدا يعني عن التطبيل الزايد، مسلسل متماسك كتابة واخراجا وتمثيلا وكمان واقعي جدا في طرحه، ما تحس انه في شيء مبتذل كذا، تحس انك قاعد تتابع شيء اصلي ونظيف وعليه القيمة. وهالشيء ما هو جديد ترى على شركة مثل شركة HBO. يا وجيه الله يصلحك، HBO كان تقول من زمان HBO خلاص بنروح نتابعه، ما يحتاج تقعد تطبل كذا، قول لنا مسلسل من HBO كلنا بنروح نتابعه. وانت الصادق والله يا جماعة، HBO صراحة يعني دائما، مو دائما بس معظم اعمالهم وبنسبة كبيرة تكون اعمالهم جدا مرتبة ونظيفة، بغض النظر عن الفوضى اللي حصلت في اخر موسم من Game of Thrones، هذه قصة ولعنة نزلت على هذاك المسلسل كذا تعرف، اخ بس ما عاد بتكلم، بس اللي صار في اخر موسم من Game of Thrones شيء يقهر. المهم خلاصة الكلام يا حبيبي، المسلسل هذا جدا جدا ممتع دراميا، والحبكة فيه قد تكون واحدة من أقوى الحبكات اللي شفتها في تاريخ التلفزيون. وكل هذا في كم حلقة؟ شايف التطبيل هذا والحوسة كلها في 5 حلقات، 5 حلقات بس، وبتشوف واحد من أعظم المسلسلات اللي تحاكي قصة واقعية. تبغى أصدمك كمان، المسلسل تقييمه 9.4 على موقع IMDb، أنت صاحي يعني في المرتبة 5، Breaking Bad الرابع هو الخامس، أول 3 مسلسلات وثائقية وكذا انساها. أتوقع الحين صار الموضوع إجباري يعني مش بكيفك كذا، بعد التطبيل هذا يفترض انك تروح الان تقفل الفيديو تروح تشوف تشيرنوبل بسم الله، موجود على OSN ما هو موجود على نتفليكس لانه تابع HBO ماكس، ويمكن OSN حذفوه، فعلى كل حال تصرف يا ابو عزيز الوجيه. مسلسل تشيرنوبل مسلسل تاريخي ويستاهل انك تعطيه فرصة، اعطيه فرصة، ولا تبغوني اقول اعطيه فرصة؟ طيب مبدئيا وبحكم انه هذه اول حلقة من سلسلة اعطيه فرصة، راح نكتفي بهذه 3 المسلسلات ونشوف كيف التفاعل عليها. واذا تحب انه السلسلة تستمر كل اللي عليك تسوي انك تضغط لايك بقوة وتكتب لنا في التعليقات اما مسلسلات تقترح انها مظلومة وحاب نشاركها في سلسلة اعطيه فرصة وتحب نتكلم عنها في الحلقات القادمة من هذه السلسلة. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، تأكد انك مشترك في القناة، لو ما كنت مشترك فعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول، وتعال تابعنا على سناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وجيه أوتو. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.